أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون اسكندليون أنه النساء بتأثروا كتير بالتغيرات بالمواسم، ما يجعلهن أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب الشتوي مقارنة بالرجال. يعني شو هن أكثر عرضة؟ يعني هدول عايشين بالجنوب، بالقطب الجنوبي. وين ما كان شو يعني شو؟ طبعا بدهم يكتبوا بالقطب الجنوبي. ليش هن يعني بسكوتلندا يعني عايشين بسكوتلندا؟ طيب شو رأيك يعني بسكوتلندا يعني ما بشوفوا الشمس؟ طبعا بدهم يجيهم كآبة. أم رحت شبكت من سكوتلندا علينا؟ عظيم عظيم عظيم. بلشنا نحن هيك نلاقي العلاج يعني إنه؟ يعني عندما المرأة تبقى بالبيت يعني ما تشوف الشمس، ما تطلع، ما تظهر، ايه تصاب بالكآبة. يعني الحكي إلك يا كنة لا تسمع يا جارة، منلف ومندور، وين الحق على مين؟ الحق على الرجال. ليش الحق على الرجال؟ لا بياخدها ولا بيطلعها ولا بيحط له، مش ضروري تطلع. ليه بدك تتكلي على الرجال يطلع؟ لأنه بيلتفح الولد إذا طلعت أنا وياه. عود انت حط الولد وانا بطلع، وهيك بطل اصاب بكآبه عزيزي الرجل. طلعني وشوف ما احسنني. طيب يعني هذا سبب من الاسباب. نعم هات نشوف. بيقولوا لك انه وفقا لموقع صحيفه الديلي ميل البريطانيه، اظهرت البحوث انه درجات الحراره المنخفضه والبارده تؤدي الى اضطرابات عاطفيه موسميه، ما يتسبب بانخفاض اعراض التهيج والتعب. وعلى الرغم من انه الاعراض عاطفية كانت اكثر حده خلال فصل الشتاء، كشفت الدراسة أيضا أنها موجودة بالنساء على مدار السنة. عندما تنخفض درجات الحرارة خلال فصل الصيف تصاب المرأة أيضا بالاكتئاب. يعني هذا سبب من الأسباب أنه لما تنخفض الحرارة عاطفتنا شو بيصير فيها؟ بتتخربط؟ إيه بس من البرد. إيه بس من درجات الحرارة، بس من درجات الحرارة. بيقولوا لي سبحانه هيك الدراسة بتقول بسكوتلندا. مش, مش, مش أنا عم بقول روعة بسكوتلندا. لا 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 هلأ صحيفة الديلي ميل هيدي ببريطانيا، هيدي غير سكوتلندا. نقلتها الدراسة عن سكوتلندا. عم بيقولوا لك شو الأسباب اللي بتأدي لإصابة المرأة بالاكتئاب. يعني درجات الحرارة بتأثر عليها للمرأة. تمام منيح تمام تنعنا. مش الرجل، مش كل شيء على الرجل.